أخوان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صفوته محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتقى التسليم ثم أما بعد، نصر الله جيشنا وأعز شعبنا وحمى بلادنا وديارنا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يتم النصر المبين الذي يفرح الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني بلادنا تضمد جراحها وتبرأ آلامها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يا جماعة، أنا أول حاجة الرسالة الأولى دار أقول لكم إنه نحن ظلينا في الفترة اللي فاتت كلها نتكلم عن قضايا محددة، الرسالة الأولى فيها تضمينية أو تأكيدية، إن إحنا دايرين نأكد عليها. نحن من اليوم الأول ذكرنا إنه هذه الحرب ليست معركة، الكلام ده تتذكروا، قلنا لكم يا أخي المسألة دي ما معركة، وإنما المسألة دي حرب، حرب من حيث الشمول في الأهداف ومن حيث الوسع في الجغرافيا، المسألة دي كده. والحاجة الثانية اتكلمنا عن إنه هذه الحرب ليست مع ميليشيا الدعم السريع، وإنما هذه الحرب ميليشيا الدعم السريع وقحط وتقدم من بعد وغيرها من المتحورات هي عبارة عن روافع وأدوات هذه المعركة. وتكلمنا انه عن المعركه دي هي مع الخارج بكل محاوره، يعني سواء كانت الاقليميه او سواء كانت الدوليه، وتكلمنا عن اغراض هذه المحاور في كثير جدا من اللايفات، وكده المساله دي كانت بالنسبه لنا واضحه. تكلمنا عن انه المعركه او الحرب الشامله دي لانها كانت مع الشعب السوداني، الشعب السوداني قدم جيشه وقدم هيئة العمليات وجهاز الأمن والمخابرات، قدم الشرطة العامة، قدم المجاهدين، وقدم المستنفرين من أجل الزودة عن الأرض والعرض والحماية للمكتسبات الوطنية المعروفة بالنسبة للجميع. دي معركة الكرامة الوطنية التي سمتها القوات المسلحة الباسلة المنتصرة، سمتها معركة الكرامة الوطنية، وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وقدمت الأشلاء والدماء وسكبت العرق وبذلت الجهد على هذه الأرض من أجل أن يتحقق النصر للشعب السوداني، ومن أجل أن تزال هذه القمة وهذه الكابوس ويزال عن وجه الشعب السوداني. والحمد لله رب العالمين، من اليوم الأول لحد ما نحن الآن واقفين، اليوم اللي نحن واقفين فيه أو اللحظة نحن واقفين فيها، القوات المسلحة تتقدم ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم. نحن لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل المعارك، ولكن نريد أن نتحدث عن الكليات والميليشيا المتمردة تنهار كل يوم، تسبب انهيارات منها يعني موت، دنيا زائلة ونعيم كزائل دي معروفة، ومنها تسليمات واسعة، يعني آخرها أو الأمس في شندي هذه الأرطال من المقاتلين من الميليشيا المتمردة التي سلمت نفسها وعتادها وسلاحها للقوات المسلحة وكذا. الدائرة أقوله أنا باختصار إنه هذه المعركة قدم فيها الشعب السوداني هذه القوات التي تمثله والتي فوضها عبر الدستور والقانون لحماية الأرض والعرض والمكتسبات، وإنتوا عارفين الحكاية دي. ومن بعد ذلك الشعب السوداني ظل ظهير غير غاي في هذه المعركة، ظل ظهير ملتحم مع جيشه ومع مؤسساته العسكرية في إطار الدعم والدفع بهذه المعركة. ودي مسألة ما استطاع عبر التاريخ إلى يومنا هذا ينفذ منها، سواء كان عدو ظاهر أو عدو يعني خانس كما الشيطان، ما استطاع أنه يفرق ما بين القوات المسلحة وما بين الشعب السوداني. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المكتسبات. أنا دائركم تستذكروا هذا الطريق وتستذكروا هذه الانتصارات وتستذكروا هذه الملاحم وتستذكروا هذه الإنجازات الكبيرة، لأنه حيترتب عليها حاجات. اللي ترتب على صبركم وترتب على مدافعتكم وترتب على مقاتلة جيشكم والمؤسسات العسكرية وترتب على صمود الشعب وعلى دعم القوات المسلحة هو عملية الانهيار الدولي، لأن المشروع ده دولي يا جماعة، عملية الانهيار الدولي. أول الانهيارات طبعا شفتوا براك ونبي أحمد ركب طيارته براو وجا من هناك نزل في البرصدان وعشان يلاقي الرئيس مجلس السيادة، لانه اصلا ما كان معترف برئيس مجلس السياده، كان بيقول ما في حكومه في الخرطوم، وبيقول ما معترف بالحكومه الغايمه، وبيقول المساله دي بين جنرالين وبين شخصين وبين كده، والكلام الخزعبلات اللي قاعد يقولها دي
وأفسح المجال للأعداء وناقى العملاء وسكن المأجورين في أثيوبيا وفتح لهم أن يعمل المستمرات والمكتسبات وهكذا والمسائل دي في كناية وفي مواجهة بأنه ما كان محترف بالدولة القائمة. أول جيته هو كانت اعتراف ضمني منه بأنه دي الحكومة الغايبة وده الرئيس الغايب، ده الفتاح البرهان ده رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وركب طيارته وجاء نزل في المطار وقابلوه بكل مستلزمات السيادة الوطنية من السلام الجمهوري والحرس والما تعرف، قابلوه بكل مستلزمات السيادة الوطنية وسمعوا منه رسالته. والرسالة يا جماعة ما كان بتعنيه، كان بتعني الحرب لكن ما كان بتعنيه، كان بتعني السيادة الأكبر، كان بتعني السيادة الأكبر اللي مالكين زمام المعركة، اللي بيتحدثوا عن استراتيجيات كبرى ما بيتحدثوا عن دور وظيفي ولا دور مرحلي بالنسبة لدولات تخدم أهداف لا تدري يعني ما هي المكاسب والمجنية من هذه الأشياء. جاء بلغ رسالته، سمع رسالة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، وبعد ذاك بطريقة مجلس السيادة وبطريقة الفريق البرهان تم التواصل مع كل أعضاء مجلس السيادة وتم الاتفاق على التوصيف الذي يتعامل به مجلس السيادة. عشان ما يجي الطريق واحد يقول له والله برهان مختلف مع كباشي وكباشي مختلف مع ياسر عطا وياسر عطا مختلف ما تعرف مع ما، لا لا ما في كلام زين، ما في كلام زين. تم التشاور على الوصفة التي يتم التعامل بها مع هذه المرحلة، كلام يا جماعة واضح. تم الوصفة التي يتعامل بها مع هذه المرحلة تم توصيفها. هنتعامل كيف مع الخطاب الجوي يا أحمد؟ أبي أحمد جلي جبهات خطاب، جبهات وشي، جبهات تفويض، يعني مقصده شنو؟ ده كله يا جماعة بالنسبة لنا كان واضح. عشان كده يا جماعة مجرد ما حصلت الحكاية طوالي حصل اتصال ما بين أبي أحمد و يعني رئيس يعني دولة المؤامرات العبرية المنتحرة، تم التواصل ما بينهم تلفونيا والحمد لله. ده البروتوكول اللي عشان تشوفوه يا جماعة، زي ما بنكتب المحضر في الاجتماعات، زي ما بنرسل الرسائل، زي ما بيحصل يسجل اللقاءات، زي ما بتتلفز البروتوكولات يا جماعة. المكالمات بين الرؤساء بتتسجل، المكالمات بين الرؤساء بتتسجل لأنها جزء من الديكيومنتد بتاعت الدولة، لأنها ما مؤانسة شخصية، ما ملاطفة أسرية، المسألة دي مسألة دوكيومنتد بتاع دولة. وعليه طلع الكلام في الإعلام اللي انتوا قريتوه عن طريق الصحفيين اللي تكلموا عنه، انه ماذا قال الفريق الركن عبد الفتاح البرهان لمحمد بن زايد رئيس دولة المؤامرات العبرية المنتحرة. ماذا قال له؟ كلام واضح، وصفه واضح. كان في إطار يعني الجرائم التي ارتكبتها هذه القيادة الطائشة. في إطار الجرائم تعريفها وتوصيفها، المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العسكرية، المعلومات المتوفرة لدى الشعب العام، معلومات المتوفرة لدى المؤسسات الدولية واللي أدانت بها الأمارات، كلها بقت واضحة قدام بين الرئيسين، قدام هذا وذاك، بقت واضحة بين الاثنين، كلام واضح. الكلام ده يا جماعة طوال يترتب عليه شنو؟ يترتب عليه الكلام اللي أنا داير أقوله للناس جوا المعركة الآن، للناس الفضلوا جوا المعركة الآن في الجزيرة ولا في دارفور ولا في كردفان ولا قاعدين في خرطوم ولا غيرها من الملايش اللي تمت تعبيتهم واشترا دمهم وتم يعني تحريضهم وتعبيتهم برسائل سلبة عشان يخوضوا الحرب في خرطوم. الرسالة بالنسبة لي أنا واضحة يا جماعة، وأنا دائما زمان كنت بحذركم من نفاد بنك الأهداف بالنسبة لأسياد المعركة الحقيقيين. يعني سيد المعركة ده لو أهدافه نفدت بأي درجة ما حققها، فشل فيها، لم يستطيع تنفيذها، عرف انه لا يمكن تنفيذها، في النهاية بنك الأهداف عنده نفذ. بنك الأهداف بالنسبة للخارج نفذ. نفذ للإمارات، نفذ لأثيوبيا، نفذ لكينيا، نفذ لأوغندا، نفذ لتشاد، بنك الأهداف نفذ. ماذا تفعل؟ بتبقى الشجرة الجبال كانت بتسقي بتحت وبيجيها الموية وبتجيها عبر عروقة وبتخضر وبتتفرع. الشجرة دي يا جماعة انقطع منها المدد، انقطع منها المدد، وبدأ الأوراق تصفر، بدأت الأوراق تصفر ثم من بعد ذلك تيبس هذه الأوراق ثم من بعد ذلك تتساقط، سنة الله سبحانه وتعالى.
سنة الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ الله ما قال كده؟ قال الحكاية دي بتخضر وتزدهر وتنمو وتمشي إذا ما كنت واعي بسنن هذا النهوض وسنن السقوط. أنت بتسقط وأنت ما واعي أنك سقطت ولا ما سقطت. شكل يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال الحكاية دي بتنقطع منا المدد وبتصفر وبتصير حطام وتزروها الرياح، بعد تشيل الهواء تشيل الهواء بعد تشيل الهواء يبدو يقتتلوا في بعض. عشان كده يا جماعة بدأت الخيانات تظهر. وأنا الكلام ده قلت من علي يعقوب، قلت لكم يا جماعة علي يعقوب ده ما تم اغتياله من خلال القوات المباشرة المواجهة، ده ظننا. علي يعقوب تم اغتياله خيانة، والحمد لله المؤسسات والمجموعات بتاعتكم في الواتسابات والسرية والبتنقشوا مع بعض أثبتوا أنه علي يعقوب يعني قدر به وتم قتله، والبيش الآن قدر به وتم قتله، وآخرين من دونهم حيغتلوا وحيغدر بهم وحيمشوا. القوات المسلحة شغالة معركتها العامة، معركتها العامة ما بتقتل بين نفر، لا تقتل 50 تقتل 100 تقتل 200 300 مع بعض. لكن يا جماعة الجغم النوعي ده دائما بيتم بخيانة داخلية، أنا قاعد أقول كده، دائما بيتم بخيانات داخلية. الآن يا جماعة الخارج انتهت معركته مع السودان، الخارج انتهت معركته مع السودان، وأشار إلى إنه الكين يعترف على نفسه ويقول والله أنا معاك وكنت دخلت المعركة. التشاد يقول والله أنا عاوز تفاوضات وجاي، أبي أحمد يركب ما يكلم زول يجي متلب ما تعرف كده حكاية. خلاص يا جماعة سعودي يبي جاي، ما تعرف الأمارات جذب جاي، ما تعرف بدأ يتخابطوا، والدول بدأت يا أخوانا تفتح في سفاراتها في السودان، بدأت الدول إعمار سفاراتها، كل دولة مستعجلة إنها تنظف دارها وتشيل الأنقاض وتغسل ما يعني متسخ وتفتح دارها وتبقى قاعدة، لأنه خلاص الدولة استوت يا جماعة، الدولة استوت والموضوع ده انتهى، والله الموضوع انتهى. أنتم متخيلين إنه الحرب دي بعد ده عبارة عن طلاقيط ما أكثر من كده؟ طلاقيط لمنو؟ طلاقيط لكل زول ما عارف إنه الحرب انتهت، طلاقيط لكل زول ما عارف إنه الحرب انتهت. في زول لسه قاعد كده في الخندق بيفتكر إنه والله يعني ما زال يعني بن زايد يدفع، وما زال يعني الدول غرب أفريقيا ترسل للجنود، وما زال يعني البيشي غايدا، وما زال حميدتي حيا، وما زال كده. في ناس لسه موهومين، في ناس لسه موهومين. لكن يا جماعة تبين لكم الآن مواجهة بين المسيرية والريزيقات، ندم شديد بينهم، بأسهم بينهم شديد. ربنا قال كده، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ليه؟ لأنه المصالح مختلفة وبأسهم بينهم شديد. ما هو أنت تحسبهم جميعا لكن الناس دي قلوبهم شتى. ليه؟ لأنه ما في فكرة واحدة، ما في فكرة واحدة، ما في هدف واحد، ما في مشروع واحد يا باشا. ما في مشروع كان قبل عبارة عن مصالح ورتب كان بتتوزع على غارعة الطريق، فلان ادو فريق فلان ادو جنرال، هي يعني فارقة؟ دخليها الكلية الحربية والله وقفلها إدارة داخلية والله مشاريها مشروع ليلي والله مشاريها ماريسون والله عملناها شنو يعني عشان يدود الرتب دي؟ لكن كانت الرتب توزع على غارعة الطريق، يعني كل زول تناوله من جنفرهم يعني، وكل زول تناوله من جنب محل موية، وكل زول كان بيبيع دوم، وكل زول كان بيبيع التيبش بالشطة وكده وهكذا. لصقوا له الرتب دي لأنه محتاجين له يكاتل. لما انتهت المسألة بتاعت الوبوها بتاعت القتال والسخانة وجات مرحلة المناصب والحاجات، بقى واحد يقول له أنت عبارة عن جندي يجردوه، فريق يجردوه، واحد يقعد في الميديا يقول له أنت عبارة عن جندي، أنت ما عندك حاجة. ليه؟ لأنه يا جماعة الموضوع انتهى، والله أكلمكم الموضوع ده كله انتهى خلاص، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الموضوع، انتهى، باي باي، الحرب دي انتهت. عشان كده يا جماعة أنا بقول ما يجري الآن على مستوى الأرض إن شاء الله، وأنا قلت الكلام ده في اللايف القبل ده، قلت لكم يا جماعة هذا الخريف سوف يكون خريف الغسول للسودان من كل هذا الدرن والران الذي ران عليه، سوف يكون خريف الغسول. الكلام ده يا جماعة أنا عنده وملتزم به وحأبشر به لحد ما ينتهي الخريف ده، ده بينتهي إن شاء الله يعني تنظيف أرض السودان كاملة واستواء يعني هذا البلد كيفما كان بالأمس وأكثر نصاعة، كيفما كان بالأمس وأكثر نصاعة. ليه أكثر نصاعة؟ لأنه يا جماعة عرف
عرف ما يصيبه من ران وما يصيبه من رهق، عرف العدو من الصديق، عرف العميل من الأجير، عرف الأصيل من العميل، عرف. السودانيين كلهم عرفوا حقوقهم يا جماعة، عرفوا حاجاتهم، عرفوا حقوقهم وعرفوا حاجاتهم. لا محتاجين مطور في الغاهرة، ولا محتاجين جدة، ولا محتاجين مبدة، ولا محتاجين مطور في سويسرا، ولا محتاجين مطور في 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 المنامة، ولا ولا ولا. لا لا، نحن الآن أمورنا هنا خلاص ضبطت. ضبطت الحرب خلاص انتهت يا جماعة. والله العظيم الحرب دي انتهت. والحرب يا جماعة كما بدت، بدت كده ووب كده قامت. الحرب دي حتنهار بلوب كده وقع. يعني هتصبحوا هتلقوا كل الحتات فاضية. تصبحوا تلقوا الحتات فاضية، ما تتخيلوا الحكاية دي حتتحرر، يعني تتحرر كل يوم مدينة وكل يوم غرية، لا لا لا. حتحصل انهيارات كبيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ده وعد يا جماعة، حتحصل انهيارات يا جماعة. ليه؟ لأن يا جماعة بنك الأهداف الدولي انتهى، خليكم فاكرين كلامي ده. بنك الأهداف الدولي من حرب داخل السودان في هزيمة المشروع الوطني وفرض المشروع الأجنبي عن طريق بندقية الدعم السريع وتنصيب هذه المجموعة القادرة التي تسمى يعني قحط أو تقدم، ده مشروع انتهى. ده مشروع انتهى يا جماعة، خلاص باي باي. الآن بيقول الناس بيلقطوا الشفشاف والغيره وكده والدائر له شوية تلايد والاقتدار، ودي ما حيتهنى بزول. دي ما حيتهنى بزول يا جماعة. دي ما حيتهنى بزول. نحن ما داين نقول للناس الماشين منو اللي ينضرب ومنو اللي ما ينضرب. لكن نحن دارين الطيران زي ما قال واحد، دارين الطيران اي فراش ينفرش، دارين الطيران يمشي يزور ويرفع الفاتحه فيه ويعزي فيه. دارين الطيران يعزي في اي صيوان قام. اي صيوان قام لاي زول مشفشف. كويس معاك؟ انتبه به المطاف الا انه غمر وهلك. دارين الطيران يمشي يتم الناقصه، يمشي يرفع الفاتحه ويرفع الفراش يعني بالمره. ويرفع الفراش بالمره. عشان الموضوع ده يا جماعه ينتهي. تطهر هذه البلاد. أنا داير أقول يا جماعة، أين الذين يعني كانوا يتمشدقون ويتشدقون بأن هذه الأمور محسومة؟ أين هم الآن؟ أين اللايفاتية والمتحدثين؟ أين المزينين؟ أين الطبالة؟ أين حارق البخور؟ أين حمال الزين؟ أين هم الآن؟ وينهم؟ وينهم يا جماعة؟ أين لسانك ما أسكتك؟ أين فصاحتك؟ ما ألجمك؟ وين كنا يا جماعة؟ وين كنا؟ الموضوع انتهى. موضوع انتهى يا جماعة. بدت الأوراق تتساقط، يبست هذه العروق وانقطع المدد، وبدت هذه الأوراق تيبس وغدا تصفر، ثم من بعد ذلك تسقط، ثم من بعد ذلك تزروها الرياح على غارعة الطريق. انتهى الموضوع، باي باي سنغال. انتهى الموضوع على كده. شكده ما خلاص. زمان احنا بنقول لكم يا جماعة مشروع ما حقكم. نقول لكم المشروع ده مشروع دولي، انتم الا خدام غير كريمين ومستخدمين ماجورين غير ما يعني ما مرحب بكم. ما عندكم مشروع، ما عندكم مشروع داخلي. خربتوا بدياركم ويتمتوا اهلكم ورملتوا زوجاتكم وشردتوا اسركم وما خليتوا حاجه. خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع يا جماعه. غدا يعود ان شاء الله السودان اقوى واكثر مضاء واكثر عزيمه. نحن والله واثقين تماما في القيادة العسكرية، واثقين تماما في القيادة العسكرية التي سكبت هذه الدماء والتي وزعت هذه الأشلاء على أرض الوطن. هذه القيادة العسكرية التي تحملت كل هذا الأذى بنفسها قبل أن تتحمله الآخرين. هذه القيادة العسكرية التي قاتلت بجسارة والتي ناضلت عن هذا البلد. نحن واثقين تماما أن الموضوع ده ماشي لمنتهاه كما رسمت خطته، وكما قال القائد العام، نحن الجيش والشعب متفقين على حسم هذه الميليشيا الى اخر متمرد واخر عميل في البلد. انتهى الموضوع على كده. ده المنافس الشغال حتنتهي المعركه. اي زول حلمان غير كده يمشي يشوف له شغل. اي زول حلمان بغير كده يمشي يشوف له شغل. انتهى. انتهى يا جماعه. والله والله الاسياد دي لما ينتهي بنك الاهداف عندهم في اي دوله شفتوهم براكم، والله الطياره القايمه في جناحها ما يخلوك تركب. في جناحها ما يخلوك تركب. شفت كيف؟ وهو الان قدام عيونكم اي زول فتح خشمه معاكس للمشروع الدولي، المشروع الدولي قصاه واجتساه وشاله برا. وده كلام، دي سياسه حتمشي على كده. عشان كده يا جماعه انا والله ببشركم ان شاء الله، ويبشر كل السودانيين. والبشره دي ما بشره استرخاء.
ما ابوش رئيس ترخى يا جماعة، لأن ربنا قال إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، إذا فرغت من حاجة أنصب، يعني كون مستعد للتي بعدها. نحن بنستعد لمرحلة تنظيف هذه البلاد ومرحلة الإعمار. إعمار ده واسع، أنا تكلمت عنه في لايف زمان، الإعمار ده واسع، إعمار للوجدان الوطني، إعمار للمؤسسات الوطنية، إعمار للديار، آخر حاجة بنجي إعمار البيوت وكده والحاجات دي آخر حاجة. لكن نحن في حاجات كثيرة داير إعمار. الوجدان الوطني الواحد ده داير إعمار. الأفكار التي تصيغ هذا العقل داير إعمار. التعليم الذي يصيغ هذه الجموع داير إعمار. دي كلها أشياء دايرة مراجعات، مراجعات شديدة حتى تسعف البلد في إطار نهضة مستقبلية يعرف أي زول فيها حقه ويعرف أي زول فيها مكانه، يعرف زي ما بيعرف حقوقه يعرف واجباته. كل الناس شالوا السلاح ضد البلد من أجل حقوقه، لكن ما في زول يتكلم عن واجباته. ما في زول يتكلم عن واجباته. نحن دارين الناس يتكلموا عن واجباتهم قبل يتكلموا عن حقوقه في البلد القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتراكم براكم عرفت قيمة البلد. الرقدل في فرشة في طرف مدرسة والله في طرف ضل والله في طرف هجير والله شدرة ناصية يعني نائية عرف قيمة البلد. عرف قيمة البلد وقيمة الأمن وقيمة الاستقرار وقيمة الصرف على المؤسسات العسكرية والأمنية. قيمته شنو؟ لما الكاسة كان بيشده ويقول لك القروش كلها شايلة الجيش والقروش كلها شايلة الأمن، عرفتوا قيمة القرش ده كان بيخدم شنو؟ كان بيخدم شنو لما الناس كانوا بيضعوا يدهم تحت راسهم ويرقدوا تحت أي محل موجود في الخرطوم ولا في السودان ولا في النيال ولا في الجنينة ولا يخشون إلا الله والذئب على قنم على قنم. ما بيخشوا، ما كان بيخافوا حاجة. تهدد الأمن واستلمتوا لغة الخارج ووضعوها وضع هؤلاء العملاء على ألسنتكم وضيعتوا أمنكم وضيعتوا استقراركم. ربنا يقدر الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. ربنا قال فكفرت بأنعم الله. والله المعادلة بسيطة لو رجعت لكتاب الله، والله المعادلة أبسط من بسيط. بس قرية كانت آمنة مطمئنة عند أسباب الأمن والطمأنينة ما شافتها يأتيها رزقها رغدا مش كده بكل مكان. سوى شنو؟ كفرت بأنعم الله، جحدت هذه النعمة، جحدتها، كفرت بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله العظيم وما راعت الأسباب التي يعني أتت بهذه النعم لها، ما راعتها، ما راعتها. ربنا سوى شنو؟ فأزاغها الله لباس الجوع والخوف. بس اثنين، لباس الجوع والخوف أزاغها. نحن هسي ربنا ضوقنا ساكت، الحرب الجادي والله ضواقة، ربنا ضوقنا فيها ضواقة ساكت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطبق علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطبق علينا، ولكن دو ضواقة ساكت أزاغها الله. ذواقة يا هنا عمل لك تيستي بس لباس الجوع والخوف، وده كله بعملنا نحن. أننا فرطنا في مكاسبنا وأرخينا أذننا لكل متحدث وناهق، أرخينا أذننا وانخفضت مناعتنا الوطنية للدرجة التي نهتف ضد مؤسساتنا العسكرية والأمنية. عرفنا كل الخطأ الذي أخطيناه. نحن محتاجين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح ما قمنا بتخريبه. تصحيح، نحن مع البشر لم نتوب للبشر، نتوب لله. بعد نتوب لله نصحح ما بيننا وما خربناه، سواء كان مع البشر بعضهم البعض او سواء كان مع البلد او سواء كان مع غيرها. نحن نصلح الحياة المطلوبة اننا نصلحها. ابشركم يا جماعة البلد خلاص والله العظيم باكر ان شاء الله تتهاوى مدني وجبل موية وجبل ما تعرف شنو، انتهى والموضوع والخرطوم والمصور ما تعرف تصفية، خلاص الموضوع ماشي لنهاياته ان شاء الله، ماشي لنهاياته ان شاء الله، يعني يلملم اطرافه باذن الله سبحانه وتعالى حتى الملتقى من جديد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا واتبعني، سبحان الله وما انا المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.